يا معاذ مرحبا، فينا المنتج هون؟ اي ممكن. تفضلي. بيسعدنا مشاهدينا نلتقي مع الأنسة حنان، مدرسة الرسم وصاحبة الحس الجمالي عند الطالب، ومنتوجه إلى كمان بنفس السؤال عن واقع التربية والتعليم. يسعد أوقاتك أنسة حنان. أهلا. أنا بدي أحكي عن مواد مثل الرسم والموسيقى والرياضة. يعني أنا بظن أنه واحدة من أهم مهمات المدرسة كشف مواهب الطلاب والاعتناء فيها، حتى لو ما قدرت أنه تعمل هيك فلازم أنه على الأقل تقدم يعني المعرفة الأولية للمواد اللي مثل الرياضة والرسم والموسيقى. أنا بظن أنه وظيفة المدرسة هي تنمية الحس الجمالي عند الطالب، وهذا الحس الجمالي هو اللي بيخلي الحياة أجمل، وهو اللي بيطالع مبدعين، مو هذا الشكل المتخلف من التلقين. جواهر يا أنسة حنان، جواهر يا لطيف، كلامك شو أثر فيه. بالمناسبة فعلا أنا إذا بحكي للطلاب عن مارادونا وبيليه أفضل بكتير من أني لعبه.